أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد قصة حب ومعلومات لا تعرفونها عنها. ياسمين صبري ممثلة مصرية شابة من مواليد الإسكندرية ومتميزة دوما بطلالاتها الأنيقة على السجادة الحمراء. وبالرغم من طموحها الأول كان أن تصبح إعلامية ناجحة وأن تصل إلى العالمية مثل مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، حيث عملت في البداية كمراسلة لقناة الحياة المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية المصرية والعربية. وبالإضافة إلى موهبتها التي ظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية، فقد ساعدها جمالها كثيرا في تحقيق هذه الشهرة، كما تم تصنيفها من بين أجمل 100 امرأة في العالم العام 2017. وتعتبر الفنانة المصرية ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب، فبالإضافة إلى تألقها في الفن والتمثيل فهي رياضية على مستوى عالي وعاشقة للسباحة، وحصلت على عدة ميداليات ذهبية كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة. وبعد ساعات قليلة من خطوبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي نشر صورة عبر ستوري انستغرام وضع فيها يده على يدها وقارن المتابعون المواصفات التي حددتها الفنانة ياسمين صبري لفتى أحلامها أثناء ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية. وجاءت المواصفات التي تحدثت عنها ياسمين صبري لفتى أحلامها مطابقة بشكل كبير لأبو هشيمة، حيث قالت الفنانة في مواصفاتها أنها تريده طويل ولونه قمحي وجسمه رياضي وشعره ناعم وأفكاره متفتحة وهادئ وحاصل على مؤهل عالي وشخصية قوية ومقتدر ماديا. ويمتاز رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالجسد الرياضي الطويل، حيث يحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وهو ما يتضح من خلال الصور التي دائما ما ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع نجوم الكرة والرياضة في مصر، كما وأنه يعتبر من أشهر رجال الأعمال في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك العديد من الاستثمارات داخل مصر وخارجها، وهو ما يجعله مقتدر ماديا، وهي إحدى الصفات التي حددتها ياسمين صبري في فتى أحلامها. والذي أكد مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة في تصريحات خاصة أن الخطوبة تمت رسميا خلال الساعات الماضية في إحدى الأماكن الخاصة والمغلقة، واقتصر الحضور على أسرة الثنائي ياسمين وأحمد وعدد قليل للغاية من المقربين منهما. وأوضح المصدر أن أبو هشيمة بالفعل قدم خاتم ألماس في حفل الخطوبة، منوها إلى أن حفل الزفاف سيتم في الصيف المقبل في إحدى الفنادق الكبرى. وأثار خاتم ياسمين صبري الذي نشرته في مقطع فيديو قبل أيام على حسابها في موقع انستغرام، وعاد نشره أحمد أبو هشيمة يؤكد خطوبتهما. والفنانة ياسمين صبري تزوجت عام 2012 من طبيب يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، وذلك قبل دخولها عالم الفن والتمثيل، لكنها انفصلت عنه بعد نحو 5 أعوام، وتحديدا في عام 2017 بعد أن نشب خلاف بينهما. وأما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فكان تعرض هو الآخر لسلسلة من الإشاعات والأخبار، خاصة بعد طلاقه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وآخر تلك الأخبار كان أثره مدويا، إذ انتشرت له عدة فيديوهات خادشة وهو يحادث إحدى الفتيات عبر خاصية الفيديو بكلام بذيء وحركات خارجة، كما هان عددا من النجمات العربيات وادعى إقامة علاقات مع عدد كبير منهن. ويعيش رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قصة حب قوية مع الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى أن وصلت ذروتها حتى تم خطوبتهما بشكل رسمي.
وأن تفاصيل قصة الحب التي عاشها الثنائي والتي بدأت قبل نحو عام في العاصمة المصرية القاهرة وتوطدت في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا إلى أن تم تتويجها. وأضافت المصادر أن الارتباط بين أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري جاء بعد محاولات استمرت لأكثر من عام كامل، بدأت من جانب أحمد أبو هشيمة إلى أن جاءت الاستجابة من جانب ياسمين صبري قبل قرابة 3 أشهر، وتم التعارف بينهما حيث بدأت قصة الحب. فقد اختارت الفنانة ياسمين صبري أن تدرس شخصية أحمد أبو هشيمة وتقابلا عدة مرات، بدأت في القاهرة ثم لندن التي سافرا لها سويا، وكانت المقابلات هناك تستمر بشكل أكبر خاصة أن كلاهما يمتلك محل إقامة هناك. وأضافت المصادر أن اتخاذ قرار الخطوبة رسميا بدأ من العاصمة البريطانية، حيث وافقت ياسمين على الخطوبة هناك وتم شراء الخاتم الألماس من إحدى محلات المجوهرات، مبينة أن الإعلان عن الزواج سيتم رسميا خلال الأشهر المقبلة. واشترطت ياسمين صبري أن يكون زوجها المستقبلي هادئ الطباع ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي، ويجب أن يكون حساس وألا يكون نحنوح ملزق، منوهة أنها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس السلبي، وأن يكون لديه طموح ويصرف عليها وليس العكس، وأن يكون محدود ماديا وليس غنيا. ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري تواصل تصوير أحداث مسلسلها رمضاني فرصة ثانية، والذي تخوض من خلاله ثاني بطولاتها التلفزيونية، ويشاركها بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي. ولدت الفنانة ياسمين صبري في 21 من يناير من عام 87 بمدينة الإسكندرية في مصر، ونشأت في عائلة ثرية ومشهورة، والدها الطبيب صبري محمود ووالدتها مهندسة ديكور، ولديها شقيقتان أصغر منها سنا. ودرست في مدارس الإسكندرية، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية كانت تحلم بأن تصبح مذيعة مشهورة، فدخلت كلية الإعلام في جامعة الإسكندرية وتخصصت بقسم الصحافة والعلاقات العامة. وبدأت ياسمين صبري مسيرتها المهنية كمراسلة في قناة الحياة، وبعد فترة شعرت بأن هذا العمل لا يساعدها في الوصول إلى حلمها بالشهرة، فتركت قناة الحياة واتجهت لتشارك في مسابقة ملكة جمال مصر، والتي تم إلغائها بسبب عدم وجود ممولين لها. ورغم عدم إنشاء المسابقة إلا أنها ساعدتها لتصبح معروفة لشركات الإعلانات، حيث تلقت عرض من إحدى هذه الشركات للعمل معها كعارضة. وفي البداية كانت رافضة للفكرة بسبب الأخبار المتناقلة عن سوء المعاملة في هذا المجال، إلا أنها في النهاية قررت أن تدخل عالم الإعلانات. واستمرت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالعمل في هذا المجال لفترة محدودة، ثم حصلت على فرصتها الأولى في التمثيل عندما رشحت للمشاركة في مسلسل خطوات الشيطان الذي عرض في رمضان عام 2013، وحصلت على دور بطولة لفتاة محجبة تدعى رشا، حيث عملت فيه برفقة الداعية الإسلامي معز مسعود والمخرج أديب عادل. وبعد انتهائها من تصوير المسلسل عادت إلى الإسكندرية، لكن سرعان ما طلب منها العودة لمقابلة الفنان محمود عبد العزيز ابن الإسكندرية أيضا، والذي استقبلها بطريقة لطيفة جدا. بعد لقائهم الأول أعجب بها ورشحها لتشارك العمل في مسلسل درامي جبل الحلال، وبالفعل حصلت على دور ابنته صافي في المسلسل الذي عرض في عام 2014. كان هذا أول عمل درامي لها، وقد حققت نجاحا ملفتا وأثارت ضجة كبيرة في الصحافة والإعلام لكونها من أجمل الوجوه الجديدة في الوسط الفني. ومعروفة باهتمامها بالقضايا الإنسانية، ووفقا لموقع إلكتروني فقد زارت مخيمات اللاجئين السوريين محاولة توجيه أنظار العالم نحو مشاكل اللاجئين. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.